بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من عدسة الجامعة. في كل حلقة من حلقات العدسة عودناكم أن ننقل لكم أخبارا وأحداثا مميزة تفاصيلها رويت في ربوع مدينة العلم جامعة الملك فيصل في واحة الأحساء. هذا الصرح المبارك الذي امتدت عطاءاته لتصل إلى كل شرائح المجتمع عبر مؤسساته الحكومية والأهلية. نرصد الأحداث لنقدمها لكم أولا بأول عبر المركز الجامعي للاتصال والإعلام في الجامعة، لتنمو بتواصلنا معكم شراكة معطاءة بين الجامعة ومجتمعها. في هذه الحلقة، أعزائي دعونا بداية مع أخبار سريعة تجسد الحراك الجامعي والمجتمعي. استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء بمكتب سموه بالمحافظة مدير جامعة الملك فيصل المكلف سعادة الدكتور عبد الرحمن بن سلطان العنقري، والذي قدم للسلام على سموه بعد صدور قرار معالي وزير التعليم بتكليفه بمهام إدارة الجامعة. وقد أعرب سعادته عن شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء لاستقباله الكريم ودعمه الدائم للجامعة من خلال متابعة سموه لمسيرتها وتوجيهاته الرامية إلى تطويرها، مقدرا لسموه تشريفه ودعمه لما تنظمه الجامعة من فعاليات ومناسبات تؤكد اهتمامه رعاه الله وتعزيزه لدوره الجامعة الاستراتيجي في خدمة المجتمع. شاركت جامعة الملك فيصل في أسبوع المرور الخليجي 2017 والذي يحمل شعار حياتك أمانة بإنتاج عدد من الفواصل التوعوية ووضع اللافتات واللوحات التثقيفية لتوعية مستخدمي الطريق بمخاطر المجازفة خلال القيادة باستعمال الهاتف وعدم ربط حزام الأمان وتجاوز حدود السرعة المسموحة. حياتك أمانة. شاركت جامعة الملك فيصل في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2017 تحت شعار يدا بيد للوقاية من المخاطر، والتي دشنها معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى. وقد مثل الجامعة سعادة مديرها المكلف الدكتور عبد الرحمن بن سلطان العنقري، يرافقه سعادة عميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع والمشرف على إدارة تطوير الشراكة المجتمعية الدكتور مهنا بن عبد الله دلامي. وتخلل الفعاليات توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة ووزارة التعليم تحقيقا لمبدأ الشراكة والتعاون بينهما وتجسيدا للدور الريادي لهما في تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية والنهوض بمؤسسات المجتمع، وبخاصة ما يتعلق بالجوانب التعليمية والتدريبية والاستشارات والبحث العلمي والأمن والسلامة وتنمية الموارد البشرية، إضافة للمجال الإعلامي. أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نعود مجددا. أنا أقول لك خلاص نمشي بسرعة، نمشي قبل ما أحد يجي يشوفني. يعني ننحاش؟ انحاش يا بالحلال، ما يبلها كلام، أخلص. يا
يا عمليات عمليات معك دال 11. ارسل ارسل يا دال 11 معك العمليات. انا حاليا عند دوار 19 عندي حاله داس على ما يبدو ان اللي يصدمه هرب. علم علم يا دال 11 تم استلام الحاله وبيتم ابلاغ الاسعاف حاله. علم علم استلمت. فيك حسن ماشا؟ ها؟ ما فيني شيء. ما فيك شيء؟ جاي ويرافس الباب وترك. ايش فيك؟ يا ابن الحلال تسوي سالفة، قلت لك ما فيني شيء. كيفك؟ الله يهداك بس. رقم غريب. ألو؟ وعليكم السلام ورحمة الله. أي نعم أنا ولده. أبوي صار له حادث. متى وشلون؟ مات. حياتك أمانة. أخي السائق، استخدامك لجهاز الجوال أثناء القيادة جريمة تاريخ وقوعها غير متوقع، لذا لا تكون سبباً في إزهاق أرواح الآخرين. نتمنى السلامة للجميع. اختتمت فعاليات المعسكر الكشفي الأول الذي احتضنته جامعة الملك فيصل بمشاركة العديد من الجهات بحفل بهيج تم فيه استعراض أبرز ما تم تنفيذه خلال أيام المعسكر وتكريم المتعاونين في إنجاح هذه الفعالية. لمعرفة المزيد نشاهد هذا التقرير. الجوالة مهارة ومسؤولية، شرف وتضحية، وقدرة على البناء. مطيع، يخدم مجتمعه، يحب بلده، مخلص، يعني يقدم كل ما لديه لخدمة مجتمعه وأسرته ونفسه أيضا. وفق هذه المبادئ بدأ المعسكر الكشفي الأول لجوالة الأحساء بأرض الجوالة بجامعة الملك فيصل، وافتتحه سعادة الدكتور عبد الرحمن العنقري مدير الجامعة المكلف. أنا سعيد جدا الحقيقة بحضوري هنا والاطلاع على موقع المعسكر الكشفي الأول لجوالة كشافة الأحساء. طبعا لفت نظري طبعا تفاوت في الأعمار، وهذا شيء إيجابي الحقيقة، مشاركة قطاعات أخرى الحقيقة مما يعزز توجه الجامعة إلى انفتاح على المجتمع الحقيقة. شارك في المعسكر شباب من جوالة وزارة التعليم والهيئة العامة للرياضة وجامعة الإمام محمد بن سعود وهيئة التقنية والمعهد الثانوي الصناعي، بالإضافة لجامعة الملك فيصل. وقدم المعسكر دراسة كشفية لقادة الوحدات. الدراسة الأولية هي عبارة عن جلسات تدريبية اللي هو يأخذ الحد الأدنى من المعارف الكشفية حتى يلتحق بقية الدراسات، تحققها الدراسة التأسيسية ثم المتقدمة، ثم يحصل على الشارة الخشبية اللي هي خشبتين مثل هذه، وبعدها يأخذ الشارة الأهلية، بعدها الشارة الدولية. أما شباب الجوالة فقد درسوا طوال أيام المعسكر مبادئ العمل الكشفي وتدربوا على المهارات والأخلاق التي يتحلى بها الكشافة والتي تقوم على البناء والانتماء وخدمة المجتمع.
الكشافة تعلمك على الخلق، وهذا يعني تكون أسرة واحدة في مجموعة تعارف على الناس، هذا أول شيء، وأنك تساعد الناس غير اللي تواجه مشاكل تشوفها صعوبات كيف تتعدى هالصعوبات. كل شيء الكشافة حياة، هي حياة اجتماعية، يعني حياة اجتماعية بالنسبة لكل المجتمع، عمل خيري سواء خدمة حجاج، مساعدة مرضى. على هذه الأخلاق أدى الشباب قسم الجوالة أن يقوموا بما يجب عليهم نحو الله ثم الوطن، وأن يساعدوا الناس في جميع الظروف، وأن يعملوا بقانون الكشافة. أنا أعتقد أن احتواء الشباب في هذه المعسكرات التي تنمي عندهم القدرات والمهارات التي تساعدهم في حياتهم العملية، حياتهم الدراسية والاجتماعية. طبعا اهتمام إدارة الجامعة بإقامة هذا الملتقى يؤكد أن المسؤولين في هذا البلد اتجاه الشباب، حتى يكون جميع الشباب لديهم القدرة على تحمل المسؤولية وقيادة دفة المؤسسات والإدارات وحتى إدارة الحشود. مدة هذا المعسكر 3 أيام، قدم من خلالها أول دراسة لتأهيل القيادات وتدريب الشباب على قيم العطاء وبذل الجهد وبناء القدرات والمشاركة النافعة في الحياة العامة وخدمة المجتمع. هناك الكثير طبعا من المهارات الكشفية، مثل استخدامات الحبال، مثل الاتجاهات والتقديرات والصافرات والجمع، طرق الجمع والتخييم، طرق التخييم والألعاب الليلية. كثير من المهارات الكشفية راح تطبق إن شاء الله من خلال برنامج هذا المعسكر. الحياة الكشفية مدرسة مفتوحة في الهواء الطلق، الطبيعة أبجديتها والخلاء مكانها، وفيه يتم تطبيق العهد والشريعة ونظام الطلائع والأوسمة والتعلم بالممارسة، لما يتيح الفرصة للتأمل في قدرة الخالق وعظمته وتعميق الإيمان به. بس أنا عيدني واليوم دارك عيدنا. وقد اختتم المعسكر بحفل ختامي تخللته عدد من الفقرات بين كلمات وصيحات وتكريم لمن بذل الجهد لإنجاح هذا المعسكر، وقد أخذت صورة تذكارية للمشاركين لتخليد هذه المناسبة في الذاكرة. حياتك أمانة. مع
نظمت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك فيصل محاضرة تدريبية بعنوان بناء الهوية المهنية في شبكة التواصل المهني العالمي لينكد، وذلك في قاعة الاحتفالات الكبرى بالمدينة الجامعية بحضور سعادة عميد شؤون الطلاب الدكتور خليل بن إبراهيم الحويجي وسعادة وكيل العمادة الدكتور مقبل بن مشار العيدان وعدد من أعضاء هيئة التدريسية والمهتمين والمختصين والطلاب والطالبات. اوكي سو linkedin.com هو موقع تواصل اجتماعي مهني، اوكي، وهي اكثر شبكه مهنيه بالعالم. اليوم عندنا اكثر من 480 مليون ممبر من كافه دول العالم. هذول الاشخاص وجودهم بلينكدين لثلاث اسباب رئيسيه. نظمت عمادة شؤون الطلاب في جامعة الملك فيصل محاضرة تدريبية بعنوان بناء الهوية المهنية في شبكة التواصل المهني العالمية لينكد، وذلك في قاعة الاحتفالات الكبرى بالمدينة الجامعية بحضور سعادة عميد شؤون الطلاب الدكتور خليل بن إبراهيم الحويجي وسعادة وكيل العمادة الدكتور مقبل بن مشار العيدان وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والمهتمين والمختصين والطلاب والطالبات. وتحدث الأستاذ عاطف هجير ممثل شركة لينكد حول كيفية تسويق الشخص لنفسه بالشكل والطريقة الفعالة في شبكة التواصل المهني لينكد، والتي يسهل له من خلالها إيجاد العمل المناسب وبشكل سريع، مبيناً الطرق المناسبة التي تجعل للشخص هويته المهنية الجذابة لجميع الجهات وأصحاب العمل. نحن أكبر شريحة عندنا بلينكدين هم طلاب الجامعيين. عندنا أكثر من 80 مليون طالب جامعي من كافة دول العالم موجودين على لينكدين. هلا دائما التحدي اللي بيصير عند الطالب بفكر إنه لما هو بده يتخرج يعني الحياة راح تصير وردية والأمور سهلة وحيلاقي الوظيفة بسهولة. واحنا اللي بدنا نفهمكم يا اليوم انه انتم ما شاء الله يعني عندكم بلد بتدعمكم وبتوفر لكم فرص، فلازم الواحد دائما يفتش على المكان اللي هو بده ينمو فيه واللي بيحب يشتغل فيه، ومش بس انا احصل وظيفه عشان احصل وظيفه. واشتملت المحاضره على فقره خاصه بالتصوير الاحترافي بهدف تزويد الطلاب بصوره شخصيه مناسبه لهم للاستخدام المهني. أقامت كلية إدارة الأعمال محاضرة ثقافية بعنوان قوانين النمل العشرة، قدمها منسق التوجيه والإرشاد الأكاديمي بالكلية الدكتور مجدي السيد أحمد الترك في قاعة الفارس، وذلك ضمن البرنامج الثقافي الأسبوعي. أقامت كلية إدارة الأعمال محاضرة ثقافية تحت عنوان قوانين النمل العشرة، قدمها منسق التوجيه والإرشاد الأكاديمي بالكلية الدكتور مجدي السيد أحمد الترك في قاعة الفارس بكلية إدارة الأعمال. وقد استهل المحاضر حديثه بعرض آية قرآنية من سورة النمل: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وتناول المحاضر العديد من المحاور والنقاط، منها أولاً قانون المصلحة العامة، حيث إن النملة عممت خطابها للجميع وأخذت في الاعتبار مصلحة الجماعة ولم تقتصر على من حولها أو عشيرتها الأقربين. وثانياً قانون الثقة بالنفس، فلم تقلل من شأنها ولم تحقر ذاتها ولم تحدث نفسها أنها أقل من أن تنادي في النمل، بل انبرت للمهمة وقامت بتوجيه الخطاب للجميع، ورأت أن عليها واجباً يجب أن تقوم به، فقامت به دون هيبة أو وجل. ده قانون المبادرة اللي عملته نملة، بادرت ووقفت وتحركت ولم تقل أنا ممكن أقدم إيه، ده أنا حتة نملة صغيرة ماليش أي وزن في المشي. قانون الإنجاز، فإذا كانت المبادرة هي التفاعل والتأهب والإقدام على فكرة أو الاستعداد لأداء مهمة، فإن الإنجاز هو الانتهاء بتلك المهمة
إلى دائرة العمل والتنفيذ التام. النقطة اللي تعلمناها أيضاً من هذه النملة الجميلة قانون الإيه؟ الإنجاز. النملة على طول وقفت بصت للناس يا أيها النمل وقررت ادخلوا مساكنكم، إنجاز. هذا وأكد الدكتور مجدي خلال محاضرته على ضرورة الإيجابية مع ضرورة بناء الثقة بالنفس، مختتما حديثه قائلا: كن مختلفا فالعالم لا يعد بحاجة إلى المزيد من النسخ. كسر من الثانية. حياتك أمانة. أعزائي، في ختام حلقتنا ندعوكم لزيارة موقع الجامعة على شبكة العنكبوتية للاطلاع على المزيد من أخبارها. الآن حلقتنا انتهت، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله على قناة عين. دمتم في رعاية الله، السلام عليكم.